عيب عليك. جيت منصور ما شاء الله عليه دبلوماسي، ما يجي اللي يحط مشروع ويطلع يرجع. ما شاء الله يجي منصور. انا فخور فيك يا ابن عمي، انا فخور فيك حبيبي، انا فخور فيك. لا وابشرك والله ان هذا الدبلوماسي ما عليكم ايش سوى. قول لي بسرعه يجرح ويداوي على طول، يداوي يداوي على طول. هذه السياسه، هذه السياسه. مثل ذاك اللي يقول يدهن ظهرها ويطعن عينها. بصراحة منصور، منصور بسألك سؤال للأمانة، أنا تضايقت من ذا السؤال. تضايقت لك فترة وأنا أشوفك أبعتزل أبعتزل، وش معنى هذه الكلمة؟ لا من جد؟ وش معنى؟ إيه والله أنا اسمع، أنا أنت ضايقت من هذا السؤال ليش؟ أنا تضايق أصلا، خفت ليش؟ وين الحين أروح من متابعينك عندي؟ وش معنى؟ ليش ليش ايش فيه؟ ما ايش اسبابك؟ عنده مصيبه ولا شيء؟ انا ممكن لا يعني لا 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 اكيد لا لا اكيد السعودي انت تحب الخير منصور. انا احب الخير. شوف انا بقول لك، بقول لك انا مش اعتزال اعتزال. إيه؟ اني اعتزلني يوميا ابث اجل رقم خذته حلو. انا بعد اعتزل ارقد واقوم واقول لا 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 تكون في الاسبوع مرتين مرتين. لا ليش 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 كذا؟ تري الأمانة أنت كذا ضايق متابعينك ومحبينك. أنا أتمنى إنك ما أنا أعطيهم خبر ولا قلت لهم هالأيام. لا والله إيش فيك منصور؟ فيك شيء منصور؟ متضايق من شيء؟ متضايق كل برنامج على الطلاق أنت تحتزم لك من جد؟ في أحد متضايق من شيء؟ يا جنبلتي لك وحزام لك. آه والله رجعك. ها الطراخة، هذه الطراخة. ترى شو 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 يجيك؟ أبي دراهم. تبي دراهم؟ أي من سعود. هذا كله وش بيت؟ صادق سبايكي وكيل. علي قضية جبل مشت. كم تبي ابوي؟ عقل عقل المخطط اللي في شرق الرياض وفوقها بعد بيت. البيت اللي ترتاح فيه. واو يا تعال ورني. واو ورني. تعال تعال تعال. قال على ام مصفر اللي انا سويته. ولد انا عياك والله والله العظيم. وسبايكي اشتقت لكم حيل يا حبيبي. سلامات لي كم يوم ما بثيت كذلك. ايش فيش والله العظيم يا اخي؟ خلها على الله بس خلني ساكت، تكفى لا تنشد. بالله ايش فيك والله؟ لا تنشد وبكيلك يا عم. اشكيلي وبكيلك. قل لي ايش فيك؟ بقول لك. قل يا اخي. للامانه يعني ما عاد ذكرت التخصص دي الايام. ليش شدك رجع الايام يا اخي؟ للامانه فاير افتنت. تخيل حتى القى بعد اهل الكويت اهل القطر. طربت طربت وما شاء الله دي الايام يعني. حتى لقيت حتى ناس ما شاء الله يعني. ها بديت اشبك هناك. ايش دخلني انا بث؟ خوياك يعني معارف؟ معارف. معارف ما شاء الله تبارك الله. انا ادري الشباك. هلا والله. بس لسه لسه سؤال انا يا سعود ما راح بعيد. ليش بتعتزل؟ اعترف ليش؟ ليش قلت أنا؟ لا ما هو انا هذا منصور. ايه هو منصور. منصور هو اللي قال، هو اللي قال، هو اللي قال. يقول يقول لك دراهم علي قضيه. سلامات من جدك انت في ذمتك القضيه؟ نعم. ولا حد يقدر يفكني من هالقضيه الا المخطط اللي في شرق الرياض. شرق الرياض اللي مسيوم بس ب 100 مليون ريال. اصلا شرق الرياض عندنا ما يسوى 100 مليون. والله يا وصل الحين انا حال. كم كم يسوى؟ كم يسوى؟ ما عندي والله والله ما عندي. كم؟ ايش؟ يا سمايكي انا اقول لك اليوم احنا داخلين قست انا وسعود سوالف من ضمن السوالف. وانا هليت السبحه علمتهم بعلوم سعود وعلمهم. سعود اصمت. سعود دقيقه لو سمحت. اسمع ولا كلمه الحين الرجال اسمع كلام الطرف الثاني. قلت لهم يا جماعه الخير ترى سعود بس عنده مخطط في الرياض. ما ادري وين والله اني نسيت ما ادري وين. وين قول الموضوع وين المخطط هذا؟ اقل شيء اقل شيء بالقليل اذا هو خسران 50 مليون. ثاني يوم طابور رجال معهم تقارير عند بيت سعود. سعود تاكو الرجال اللي قال يقول منصور الله لا يوفق عدوه يطلع اول اول اتصال جاني. ارسل موقع بيتكم. اول شيء اول اتصال جاني اديه. قلت انا يا الربع ترى هذا كذاب
هذا يا الربع العلم انا وياه انا قاعد اكذب وهو قاعد يكذب انا الكلام هذا مو صحيح منصور والله صح يا الربع سعود يقدر يفكر 20 رجال وكل رجال لو يبون فيه هدية 20 مليون سعود الحالة يقدر يفكهم كلهم العشرين رجال هذولا ما شاء الله أنا والله أبوي أنا والله أبوي وجدي أنا والله أبوي وجدي قبلي يا طقعان كفو كفو دامني دامك عطتني ذي فأنا والله أزعل الحمد لله ما له شغل ما له شغل سعود قرب رمضان شد حيلك الأجر أي والله أي والله أي والله حبيبي يدي الربع من بكرة شيء منصور سعير أنا أخوك هذا منثور يا حلوة قصة أولادي سلكم فسلك راح رجع شو هذا خوك لا تعقد ترى له فانزات لا ما شاء الله والله عندنا فانزات الحين يكتبون بمقطعك ليش تتنمر على أوب ليش تقول وسبحان الله فانزاته ما يسألون له في تويتر من الذين تك تك لا منصة الفضلة والله عظيم ما اتركوا المكان كله تويتر عشان يكون رأي عام صراحة منصور ليش هو اللي معطيه وجه أكثر في تويتر صراحة إذا صارت مشكلة شيء الله بيروحون لتويتر وسعود عاد تنمر على طفل بتكون رأي عام على طول والله نجرك والله نجرك بإذنك أنت وخوك أقول هذا هو ترى ماش قصدك قصدك نجرنا يعني جيب أضمكم شايف طيب يا جيبوا أي سبايكي جيب معي سبايكي جيب معي نبي تحدي دقيقة والله ما في أحد يا رجل خلا إيش في اليوم ناس اعتزلوا ولا إيش ما اعتزلوا مقصود يا حجر مقصود يا حجر وبيان خلاص إيه منصور جيب أحد إيه أجيب أحد دقيقة خلينا نشوف المشكلة ما يطلع لي إني أقدر أطلب أحد ليش أوكي الحين أوكي شباب إيش النت يعلق عندي خير ما يعلق يا شباب لا ما يعلق ما شباب يعلق عندي يخرج يدخل التيك توك ترى صار يعلق ذي الايام مره يا اخي يبغانا تحديث يا اخي خاص فينا ما في لماذا ما في يا سعود اسمع. النت عندك يا حبيبي اسمع ايه راحت سارقه النت معاه يا حبيبي شو النت راحت من عنده صارت داعمه يلا دقيقة يلا شباب مين موجود في سلطي من عندك يا سبايكي ولا في سلطان الأردني السلطي عيال جبت لكم صور اليوم وين شاشة أرسل البرنامج يلا. كله معلق اليوم إيه لا أنا أنا بجيب لك بتجيب منه في دقيقة من يعني بيسو كلهم مزز بسم الله عليك يلا أرسل له منو من السلطة الأردني دقيقة وينه عندكم ارسلوا طيب انتوا يلا عيال ما في احد عيال والله العلم عندي فاضي شفاف ها ليش عندك سبايكي ما طلع لي بالشفاف اللي عبد الله زميلي ارسل له يا شيخ مين تبوني وهم شكرا ارسل يا اضحك الشيخ تجيب واحد كويس والله ادحم طال الله عجبي ريحة الدعم واو والعين ألين هلا هلا أخبارك يا حلو
هلا بالحلو هلا بالحلو. عساك طيب، عسى مستواك اليوم زين. مستواي شعلومك؟ لا علوم ولا شيء، عسى مستواك اليوم زين بس. اوف اوف حقك مستواي زين بس انت ما تنفذ، انت ما تنفذ. كت اما لا لا لا، اما سعود ما ينفذ، سعود ما تنفذ خير. اقول لك اقول لك اقول لك لو ما بقى اشيل الشرح ابو زايد نزل عليك. احش احش. يلا بسم الله، يلا جوله عيال، يلا ادخلوا. ابو زايد كيف الحال؟ هلا ابو فيصل حبيبي، هلا سبايك. انت منصور مستاكل حبيبي، حد تاكل لا تاكل خلاص. ما شاء الله خلاص 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 ترى جهودك كبرت والله، جهودك كبرت كنا ذاك اللي ياكل بخاري كل الظهر. خلاص ما شاء الله تبارك الله. طيب طيب الدجاجه الدجاجه في حديقه المنبوحه ما ادري وين هذه. اياد يا اخي طب الله اللي حط سلحفه اللي حاصل حظهم طرفها بيديه واحده. انا ما شاء الله عليه ما ادري كلاها معرض ما. هلا انا وسبايكي، انا وسبايكي ومنصور وبنزاي. واذا عندكم مستوى منصور عاد مستواه ضعيف جدا. يلا يا عيال يلا صرح صرح من الحين يا سبايكي صرح. يلا يلا يا عيال ورونا مستوى بسرعه. لحظه لحظه، جوله واحده كل شيء مسموح. طب يا عمي شدوا حالكم. قرر، ما هو على كيفك انت تقرر، ومن تكون تقرر جولتين كيف من؟ تبغى جولتين؟ جولتين يا عيال يلا جولتين يا ابوي. والله صح ترى دوبي فاتح. بسم الله تكبيس 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 شباب، تكبيساتكم تكبيساتكم يا شباب، اصابعكم جايز تكبيس. شباب شلينا شباب، تكبيساتكم يا عيال، تكبيساتكم يا عيال، عيال شددت عليك. يلا عيال 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 شباب تكبيسكم عيال، خلوكم تكبيس الى نجد دبل ور الصعود في وجه ابو خدوده منصف معلق عندي دبليو. شكرا شباب تكبيساتكم، ترى مستواهم ضعيف يعني لا تخاف من جاهز حكمك من الحين. انا عندي لا عليك اوه سعود عليك عليك عندك الاحكام. يا عيال عيال تكبيس تكبيس كمان عنده عيال اوف يعني يساعدونا بالحكم. تكبيس 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 تكبير تكبيس شباب لا اصيكم شباب تكبيساتكم عم ربع حقي اكعب 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 سلام شباب مع بعض يا عيال. شباب تبع عيال اكبس اكبس حي عينكم حي عينكم حي ايه شباب ايش يسوي معلق؟ ليش يسوي ذا معلق عندي؟ منصور ما عاد الوضع ما عاد مثل الاول. انتم ريسا وين مبارك؟ وين مبارك؟ لا اوصيكم شباب راح يا عيال. الورد 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 دبل دبل سلام دبل دبل يا عيال دبل 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 نقدر 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 يا عيال. شباب الدبل يا عيال شباب الدبل يا عيال دار الدبل الدبل. ليش ليش معلق